سائل يقول: ما حكم تعليق التمائم علما بأن هذه التمائم من الآيات القرآنية؟ هذا في خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يجوز، وهو الذي عليه أئمة الدعوة أنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن، لأن هذا شيء لم يرد، ولأن هذا وسيلة إلى تعليق التمائم غير الجائزة، فالمراد الورد في الصباح والمساء من القرآن عليك وعلى ذريك، ولا حاجة إلى تعليق تمائم. نعم.